جمهور جيش الملك هادشي مغرب عليه كنبغيو نشكرو انه كيجي ثاني عندنا 90 دقيقه ان شاء الله مزيد من التالق وان شاء الله غادي نقول الكلمه ديالنا وفريق الجيش الملك يرجع السكه الصحيحه ديالو. كتوقعوا هذا الفوز بهذه الحصه العريضه الجزائر؟ احنا جينا اننا الهدف ديالنا هو نحققوا 3 بوان 1-0 2-0 1-1 ما كاينش. المهم هو 3 بوان. جات النتيجه 3-0 الحمد لله. كنشكر اللعابه وكنشكر الجمهور وكنشكر الاداره وكنشكر كاع اللي ساهم في فريق الجيش الملك. كنا يعني مركزين عليها خصنا نفوزوا لان لاعبين مع فريق اللي معنا في الترتيب فخصنا نفوتوا 3 ديال النقاط كما قال زهر فريق الوداد كيبقى فريق كبير حتى هو الحمد لله احنا اليوم دخلنا مركزين وكنخصنا نفوزوا بكل صراحه. دخلنا طبقنا داكشي اللي اشتغلنا عليه في التدريب كما قلت الاخوان يعني اشتغلنا على داكشي لان كنعرفوا فريق الوداد كيبغي يستحوذ على الكره وكيبغي يدخل في العمق فما تركنا لهمش فراغات كبيره. الحمد لله كنبغي نشكر اللاعبين على الاداء ديالهم ماشي غير اليوم في المباراه السابقه ولا اليوم. كنتمنى ان شاء الله اننا نبقاو بنفس التركيز ونبقاو مجموعين ان شاء الله باش اننا نفرحوا الجماهير ديالنا ان شاء الله. سجلتوا اليوم هدف ثاني يعني حرر اللاعبين نفسيا وهذا من بعض الشيء ولكن شفنا اللاعبين دخلوا في واحد المناوره شفنا بعض اللاعبين ديال اللي فار اللعبه ديال الوداد يعني كتشوفوا لا ما كانوش شي مناوشات صراحه كان هناك يعني كانوا شي حاجه وقعوا في الملعب مثلا الضرب وهذه ولكن في الكوره ما كاينش زعما شي حاجه اللي خارجه على الكوره. بالعكس كانت واحد الروح رياضيه كبيره مثالينا ولا قبل ما نبداو المباراه هنأنا اللاعبين اللي جاوا من المنتخب وباركنا لهم وهذا كامل يعني احنا بالعكس احنا داخل الملعب كتبقى كرة القدم وخارج الملعب راه حنا خوت ما كاينش شي حاجه زعما اللي بصراحه. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.